شيخ تجسدت في شخصيته سيرة المسلم الصدق الحق منذ أن كان صبيا، منذ أن كان ابن الخامسة من عمره، عندما يلمح الشيخ العلامة أحمد بن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي في سوق سمائل فيرى في عينيه بريقا فريدا متميزا، كان ابن 5 سنوات، يرى في هذا الصبي ما لا يراه غيره. يقول الشيخ المصري البهلاني رحمه الله: والمؤمنون بنور الله ناظرة عيونهم وبعين الله أعيان، قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وألسنة بسر قد تنادي يدق على الكرام الكاتبين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. فيرى في هذا الصبي يرى بريقا خاصا، فيفاتح أباه قائلا له: أتأذن لي في أن أضم ابنك هذا إلى أبنائي لتعليمه؟ لما يلتقي هذا الرجل؟ عناية، عناية الله، يختص من شاء بالرحمة ويصرفها عن من يشاء، وبالحكمين رحمن، مواهب ساقها من فيض رحمته لأنفس ما لها في الناس حسبان، يعدها الناس من أحجار صحهم وهن في ملكوت الله شهبان. ويتلقى العلم أوليات العلم من عند الشيخ العلامة أحمد بن الشيخ سعيد بن خلفان. ثم إن يرتقي به الحال في طلب العلم لأن يعلو إلى الشيخ الإمام نور الدين السالم رحمه الله تعالى ويعب ويمتح من فيض علمه المغزار، يذهب هو ثالث ثلاثة. يقول: خرجنا لطلب العلم عند الإمام نور الدين السالم رحمه الله تعالى ومعي 2، فوافقنا رمضان ونحن في حضرة الشيخ، فأتانا قبل الإفطار بتمر فاسد، فلما فتحناه قبيل الإفطار وجدنا تمرا فاسدا. قال صاحبايا: سنخبر الشيخ إن التمر الذي أتانا به تمر غير صالح للأكل. وأبى الشيخ وعفى ونزه نفسه أن يقول أن يفاتح الإمام رحمة الله عليه بموضوع لا يستحق هذا، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. نفس الشيخ أعلى وأكبر وأجل من أن تتذمر من إدبار الدنيا، وأجل من أن تفرح بإقبالها، فنصحهما عن مفاتحة الإمام، فأبى يا إلا مفاتحته. وفعلا أخبر الإمام أن التمر الذي جبت حلنا تمر غير صالح لك. وغضب الإمام السالمي رحمه الله، قال لهما: إنكما ما أتيتما ها هنا للتفكه، وإنما أتيتما لطلب العلم، فكلا مما يقدم إليكما ولو كان طعام يقدم للحمير. كذا قال. ثم إن هؤلاء نفوسهم ظاهرهم مترفة وكذا، شيء نفسيات من النوع لا يتحمل يعني المشاق والتعب، ولا يتحمل ابتلاء وامتحان الشيخ. والعلم هذا عزيز، العلم عزيز، لا ينثر نثرا ويهدر هدرا، وإنما ينتقى وينتخب له الكمل، أصحاب النفوس الفاضلة يعطون إياه لكي تكون أهلا لأن تكون ودائع تصون هذا العلم. فانقلب الإذنان على أعقابهما وقال: لا، احنا ما فينا صبر على عبد الأول، يقول تمر فاس، يقول يعطينا الآخر، احنا ما هوش يعطينا تمر فاس. ورجع عن الإمام السالم رحمه الله، وبقي الشيخ حمد يعب من فيض الشيخ نور الدين رحمه الله حتى تضلع وتشعشع، وصار بعد ذلك ممن يشار إليه بالبنان. وشهد على ذلك أن الإمام سالم بن راشد الخروص رحمه الله اختاره قاضيا له،
وكذلك كان في دولة الإمام الخليل رحمه الله، وكان الإمام الخليل يلقبه بداهية العلماء، ويفسر لعل مما يفسر به لقبه هذا له أنه قال: الشيخ حمد يكفينا المهمات، إذ قد تنغلق المسألة أحيانا حتى على الإمام الخليل رحمه الله، كمسألة الصك الذي جاء به، الذي مات كاتبه ومات شهوده أو أكثر شهوده وبقي البعض، فلم يستطع الإمام الجزم ولا النفي بما في هذا الصك، فما كان لها إلا الشيخ حمد رحمة الله تعالى عليه. فلما تأمل الشيخ قارن بين ما كتب بغض النظر عن الكاتب وبين الشهداء الذين يشهدون الموجودين، فلما وجد مطابقة ما في الصك لما يشهد به الشهداء الحاضرين أمضى الشيء، أمضى هذا الصك وأقره. هنالك قال الإمام الخليل رحمه الله تعالى: الشيخ حمد يكفينا المهمات، أي أنه رجل المهام صعبة. لذلك هذا يمكن أن يعتبر تفسير لقوله أنه داهية العلماء الشيخ حمد رحمة الله تعالى عليه، رجل من أعاجيب الرجال في التحمل والصبر والجلد في طلب العلم. فإن مما وجدت عنه أنه ما إن يسمع عن كتاب لم يقرأه إلا ويحرص على اقتنائه، ثم إنه لا يفلت هذا الكتاب من يده حتى يتمه من غلافه إلى غلافه. وهذا أصحاب الهمم، أصحاب الهمم العوالي التي تعرف قيمة العلم وتعرف شأوه وشأنه. كذلك فعل الكبراء من قبل، كذلك فعل الكبار. يذكرنا الشيخ حمد لما أوقف على هذه، لما أقف على ختمه للكتب وتجريده لها، الهواية العجيبة الغريبة للنهمة التي وجدناها في الأوائل. ابن درار الغدامس رحمة الله عليه وهو يودع الإمام أبا عبيدة، يقف رجل في الغرز ورجل في الأرض، فيودع الإمام أبا عبيدة بأن يسأله عن 800 مسألة في الأحكام في وقفة. ويذكرنا هذا بتلميذ الشيخ سلطان، الشيخ سلطان البطاش رحمة الله عليه، لما خرج من صلاة العشاء، خرج من صلاة العشاء إلى البيت، الشيخ سلطان كان ضرير يقوده أحد تلاميذه، التلميذ يسأل الشيخ يجيب. خرج من المسجد إلى بيت الشيخ، أقصد من المسجد إلى بيت الشيخ، يقوده إلى بيته والتلميذ يسأل والشيخ يجيب، حتى يقف عند الباب، يقف الشيخ عن الباب والتلميذ يسأل والشيخ يجيب، فيؤذن أذان الفجر وهما على هذا الحال، ثم يعودان لصلاة الفجر بوضوء العشاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أحسنت.